قد يبدو الأمر عاديا ملء بيانات شك، لكن الغير عادي هو استخدام هذا القلم السحري. سحره يكمن في اختفائه دون ترك أي أثر يذكر على الورقة بمجرد استخدام نار الولاعة، وبذلك تسهل عملية الاحتيال، وما جعل جمعية حماية المستهلك ببركان تدخل على الخط وتدعو المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حتى لا يقعوا ضحية سحر هذا القلم. كنحضروا الفلاحة وكنحضروا التجار ونحضروا أي واحد كيتعامل بالشاك، وبالخصوص الانسان اللي ما عندوش ما متقفش او ما قارش مثلا ولا كيعطي، والخصوص الناس اللي كيعتمدوا على ناس اخرين يعمر لهم الشاك. الاعتماد على الشاك ممنوع، باش تعطي لشي واحد يعمر لك الشاك، وممنوع يعني تخلي شي واحد يعمر لك الشاك بالستيلو ديالو، يخص على الاقل يكون الستيلو ديالك باش تكون مطمئن. هي أقلام حبرية سحرية تختلف في الشكل واللون تعرضها المكتبات، لكن مميزاتها السحرية خلقت تخوفا عند المواطنين وكذلك عند أصحاب المكتبات بمجرد تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. جاتني واحد الإخبارية بأن ما كاين شي ستيلو ماشي عادي كيتمحى وكيغلقوا به على المواطنين، وكان نقولها للناس يعني سما باش يحاولوا ما امكن يديروا الاحتياطات. هاد الناس راه فيها كيعمروا به الشيكان، كيزوروا به الوثائق. حنا بحكم اننا مكتبه كنتعاملوا مع المكتبات الكبرى في العاصمه الدار البيضاء، وكنتعاملوا مع نقتنيوا المجموعه من الدفاتير الكتب ادوات مدرسيه المحافظ، وكانت نوع من القلم موجود حتى هو كيتباع وكيتشرى كان لا شيء يحدث، وموجود كذلك بكثره في بعض المدارس الخاصه انهم كيقتنيوا بالمكتبات من داخل المدينه. 30,000 درهم على السكن. بدايه استخدام هذه الاقلام السحريه كان بهدف المرح بين الاصدقاء فقط، لكنها قد تخرج من هذه الدائره الضيقه الى دائره التلاعب في يد المحتالين عبر مسح البيانات من الشيكات والعقود وتغيير تفاصيلها كالتاريخ، المبلغ، واسم المستفيد، وملئها من جديد حسب اختيارات المحتالين والنصابين.